السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما تعطى مهنة الطبيب لمن يستحقها. مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة صغيرة جميلة كانت تعاني من حول داخلي شديد في أعينها، وبعد إجراء عملية جراحية دقيقة أصبحت أعينها طبيعية نتيجة العملية التي تكللت بالنجاح الواضح. وهنا العمل أو المهنة لما تعطى لصاحب الضمير الحي.